مساء الخير عليكم، مساء الخميس، يعني مساء فيونكا وبيبيون. طبعا كالعاده وحشتوني من الاسبوع للاسبوع، بس احنا من اول الاسبوع ده ان شاء الله هتلاقوا معانا حركات كده كتير موجوده على البيج. تابعونا طول الاسبوع، داخلين مؤتمرات جديده وداخلين ندوات جديده وعاملين شغل كتير جديد. بدايه حلقتنا النهارده بجد حاجه مختلفه جدا. النهارده هنتكلم عن نوع من انواع الطب البديل وهو الحجامه. طبعا هتنورنا النهارده ومأنسانا وهتعرفنا كل التفاصيل بتاعت الحجامه. معانا استاذه منال، اهلا اهلا بيكي، بيها، اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا ومنوره في الله يونكا يخليك بيبيون. حبيبتي. طبعا اكيد طبعا منور بيكم. بصي، في الاول وفي الاخر في مننا كتير جدا مش فاهمين يعني ايه هي الحجامه. والله هي في الاول وفي الاخر دي بتعتبر ثقافه، ثقافه وللاسف ان احنا في الوطن العربي الثقافه عن الحجامه بالذات فيها بعض المخاوف اللي بينقلوا عنه. يعني هو المفروض ان الانسان لازم يكون عارف الحاجه عشان يقدر يقدم عليها. اولا الحجامه هي نوع فعلا من انواع الطب البديل، تمام، وهي معجزه ربانيه لقول الرسول عليه الصلاه والسلام، شفاء امتي في ثلاث: شرطة محجم، وشربة عسل، والكوي بالنار، ولقد نهيت امتي عن الكوي بالنار. جميل. وكمان هي امر نبوي لم اسري به صلى الله عليه وسلم، الملائكه قالت له يا محمد مر امتك بالحجامه، فاصبح ده امر من الله سبحانه وتعالى لما فيه شفاء ومعجزة من الله سبحانه وتعالى، ما بتدخلش فيها ايد بشر، مجرد سبب. وفي الاول وفي الاخر عشان اوصل لك معلومة، ان في الاول وفي الاخر الحجامة واللي بيعمل الحجامة يقين 99%، يعني بمعنى احساسي ان انا داخله وانا ثقه بالله. جميل. بصي، احنا ثقة في كل بالله. الاوقات احنا واثقين في ربنا طبعا، هقول لك على حاجه ومتفائلين بسيطه بكل اكيد، بس حاجه. هقول لك على حاجه بسيطه. انا ممكن بتجي لي حاله فعلا المرض هو بحاله تانية، لكن الحاله الاولى عندها شده ايمان ويقين شديد، وانا الحمد لله على قد ما بقدر بدي ايماني ويقيني بالله بالرقيه الشرعيه مع الحجامه، وباخد بالسبب. نفس الحاله بتجرب وتقول انا تعبت عايزه اجرب، لا بقول لها ما تقدميش على الحجامه. انت تقصدي ان الحد يبقى جاي لك يبقى طبيعي ان احنا واثقين في الله ونتفائل بالخير بالزبط عشان نلاقيه، بالزبط. وكلها اقدار وكل ده، بالزبط. بس تقصدي تقولي ان احنا نبقى جايين وسايبينها على الله في الاول وفي الاخر وحاطين امل ان ممكن ابقى الدكتور. كويس. انا مش رايحه للدكتور في ايده الشفاء او لا، بالظبط. انا رايحه للي في ايده الشفاء، فبالتالي بتفرق. اولا الحجامه عباره عن عمل خدوش بسيطه جدا على سطح الجسم في اماكن معينه للمرض. بصي، انا هرجع يعني في بدايه كلامي هكلمك دلوقتي كاني حد اتفضلي. من المشاهدين، لان احنا بنبدل الكراسي علشان نقدر نوصل كل المعلومات. اتفضل. خلفيتنا عن الحجامه ان لا بيبقى فيها وجع وبيبقى فيها دم ومين هيقدر يستحمل وكده، فعشان كده في ناس كتير بتبعد بتخاف. عن الموضوع ده. بتخاف. اوكي، فانا عايزاكي الاول تقولي لنا بتعملي ايه. هقول لك انا بعمل ايه. بصي حبيبتي، انا اولا لما بيجي لي مريض بحاول ان انا اخليه يسترخي. اوكي. اولا ليه؟ لان مجرد ان هو قلقان الدم بيهرب، او ان هو قلق خلاص الشعور بتاعه بقى متلجلجل. المهم ان انا دلوقتي باجي المريض بحاول ان انا اطهر له المكان، وبعمل ايه؟ هبسط لك بسيطه عمليه الحجامه. انت عندك منديل كلينكس. اوكي. من طبقتين. صح؟ المفروض الخدشه في الطبقه الاولى ما توصلش للطبقه الثانيه، هي دي عمليه الحجامه. جميل، فهمت. ليه؟ لان اول طبقه هي اللي فيها الماده السامه او السموم او الفيروسات او الميكروبات او الماده اللي هي بتخلي الجسم في حاله مرضيه. طب ده ليه اثار جانبيه على الجسم ايا كان؟ الحجامه ليس لها اي اثر جانبي. ليس لها اي اثر جانبي. تمام. بل بالعكس، ليها اساسا فوائد لا تعد ولا تحصى. تمام. فيها امراض بتشفى سبحانك يا رب. جلطات، صرع طبعا، اكتئاب، دوره دمويه، تنشيط للدوره الدمويه، للفيروسات. الا في حاله واحده او حالتين بالكثير جدا. اول حاجه ما تعمليش الحجامه للي عنده مرض الكانسر. طبعا. بصي، في حالات برضو احنا يعني ايه، ما انا هقول لك ليه. ليه؟
لان انا لما بعمل حجامه بتنشط الدوره الدمويه. جميل. يبقى هو احنا دي بيبقى في منطقه. بصي عشان برضو ما نطلعش بره الموضوع، احنا من اهم مميزات الحجامه تنشيط الدوره الدمويه. بالظبط. تمام كده؟ يعني للي ظهره وجعه، للي عنده خمول او كسل، تنشيط الدوره الدمويه. بتعالج التهاب الاعصاب. بتعالج تنميل الايدين والرجلين. تمام؟ بتعالج البصر. بتعالج الجيوب الانفيه. الصداع. تمام؟ الغدد. اصل دول لو احنا فكرنا فيها هنلاقيها بما ان فاذا انا نشطت الدوره الدمويه فبالتالي الحاجات دي بقت كويسه. بزود المناعه. بالظبط كده. بالظبط. طالما انا زودت مناعتك يبقى اي حاجه جديده خلاص المناعه بتعمل هجوم. احنا بنعمل بالبلدي كده ايه؟ بنعمل هجوم اصطناعي بالخربيش اللي احنا بنعملها. تمام. بننشط المخ، لا ده في حاله هجوم. المخ بيعمل ايه؟ بيروح منزل ماده اللي هي بتهدي الجسم، زي ماده البروفين. لاقي نفسك بعد ما عملتي الحجامه جسمك كله هدر واسترخيتي. ليه؟ لان انت لما اديتي اضطرابات غريبه في اماكن غريبه نشطت المخ ان في حاجه بتخش في هجوم، فبيبتدي ينزل الهرمونات اللي بتهدي الجسم. جميل. اللي هو هرمونات السعاده او هرمونات التهدئه. فبعد ما بتعمل الحجامه تحسي تلاقي نفسك جسمك ريلاكسيشن خالص. وانا الحمد لله ربنا اداني خبرته، خبره بسيطه، ان انا لما بعمل الحجامه الاول بعمل الحجامه اللي هي المتزحلقه، لان انت زي ما تعرفي عرفتي ان الحجامه ثلاث انواع. اولا اللي هي الرطبه اللي هي فيها التشريط البسيط اللي هو بيستخرج الدم الفاسد من الجسم. تاني حاجه الجافه، بمعنى ان انت بتحطي الكاسات لكن ما بتعمليش تشريط في اماكن معينه في الجسم ما ينفعش ان انت تشرطي فيها. جميل. تمام. التالت حاجه الحجامه المتزحلقه، بمعنى ان انا بدهن الجسم زيت وبحط الكاس بشفطه فبيمشي معايا الكاس. تمام. لما بمشي معايا الكاس بيبين حتت معينه حمراء او زادت في الاحمرار. بروح حاطه الكاس وشده تشريط. ليه؟ لان انا لما عملت الحجامه اما عملت التدليك بانت الحته المصابه. جميل. بيبان مع الاحمرار، فلما خلاص عايزه احتجم هنا، خلاص انا عايزه اخرج الدم الزياده، فبروح اعمل لها حجامه تخرج الدم، اصبح الحجامه فيها تدليك وفيها استخراج للدم. انت بتحفزي جهاز المناعه مش كده؟ بحفز الجسم كله ان هو يتنشط معايا. لان برضو لما اجي انا بتنكشي بمعنى صح بالظبط كده، لاني انا ما بعمل له مساج، انا بحرك وبزغزغ الجلد. يبتدي يتمرن معايا، يبتدي يستخرج كل اللي زي ما تقولي ايه كده، ينشط. يقول انا صحيت. بالذات لما يكون واحد ايه بيقول لك ايه، انا عايز اعمل جلسه استرخاء. المساج اللي كلنا مثلا بتبقى حاسين ان احنا مرهقين جدا فبنقول نروح نعمل مساج. المساج اساسا انا لما ببتدي مساج، لان انا الحمد لله تخصصي حجامه ومساج. جميل. ببتدي من اول الرجل الشمال ناحيه القلب. بطلع من تحت لفوق، بنشط ضربات القلب. انت دارسه الحجامه؟ الحمد لله. دارسه. تمام. انا ابتديت ان انا يعني في طريقه شرحك كده طريقه تكنيكال وماشيه خطوات ستيب باي ستيب، فتحسي ان انت وبحاول ان انا اكون اقوى من كده كمان شويه. جميل. بحاول ان انا اوصل المعلومه دي للناس. اوصل المعلومه دي. انت بقالك كام سنه؟ انا بقالي 20 سنه ما شاء الله. فانا بحاول ان انا اكون تلقائيه، بحاول ان انا يعني بكلم الناس الاول عشان ما تهتبش. عشان ما تخافش، لان مشكله الحجامه الناس فاكراها غلط، شايفاها غلط. لا هي مش غلط على قد ما انا فاكره انها بتوجع. لا بصي هقول لك على حاجه، انا بعمل لاطفال. والله. طبعا. انا بعالج لاطفال، بعالج لكبار، بعالج لمرضى اللي هم الشلل. بصي الحمد لله ربنا قواني على كل حاجه، والحمد لله مفيش حد، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى بيجعله تحت ايدي الا ما ربنا بيجعل الشفاء. ربنا جعلك سبب للحكم. اكيد. للحكم ذات نفسه بعمل له حجامه. طب انا كل قد ايه اعمل حجامه؟ المفروض كسنه نبويه ان انت تخشي في الحجامه مره في الشهر. تمام؟ في الايام الفرديه للوقايه. للوقايه. وارجع اقول تاني للوقايه، لان في ناس عندها المفهوم برضو الثقافه بتاعتها دي محدوده شويه. ما احنا النهارده جايين عشان نفهم. بمعنى ان الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالحجامه بايام معينه، بمعنى ال 17 وال 19 وال 21 وال 23 الايام الفرديه من الشهر العربي. جميل. تمام. بس طبعا لما اتضح للطب، احنا طبعا ما بننكرش العلاج بالطب ابدا. بالعكس احنا طريق وهم طريق. احنا شهادتك موجوده معانا برضه عشان الناس تبقى احنا بنحاول نكمل بعض.
احنا يعني يا مكملين يا الطب لاين، وده لاين تاني خالص. بالظبط، هو ده اللي نظمه. ليه؟ انا لما بيجي لي حاله مريض بقول له خليك زي ما انت على علاجك، انا ما اقدرش ان انا اقول لك اقف. طبعا طبعا العلاج يا جماعه ملوش اي علاقه بالموضوع تماما تماما تماما. بالظبط، يعني الدكتور زي ما هو والعلاج زي ما هو والاستشارات الدوريه تمام وكل حاجه تمام زي ما هي. بس انا هقول لك ايه اللي بيحصل. طب قبل ما تقولي لي ايه اللي بيحصل قولي لي الشهادات دي خدتيها ازاي. بصي حضرتك، انا مارست الحجامه على ايد دكتوره كانت نزلت من اسبانيا علشان تنشر السنه النبويه. جميل. في الحجامه انا بحب قوي الامور التطوعيه دي، فانا رحت ودرست يعني تعلمتني مواضع الحجامه مارستها 15 سنه. تمام، بس هم نفس المواضع. طب في امراض كتير انا مش عارفاها، فانا حبيت ان انا اطور من نفسي. احب ان انا لما اروح لحد انت دارسه اقول له اه، ما اقدرش احط نفسي في حته لا انا مش دارسه لا. فدورت بنفسي. انا من اسكندريه، بقيت اجي اخد هنا دورات تدريبيه في القاهره، ممكن كنت اخد اسبوع رايح جاي لان ما اقدرش اجي كتير جدا. هقول لك ليه، لان انا كنت فاكره ان الايام اللي الرسول عليه الصلاه والسلام خلاص هي دي الايام. لا، انا هقول لك حاجه، دلوقتي الايام دي للوقايه، للي عايز يخش السنه صلى الله عليه وسلم. اما للعلاج، انا تعبانه مش هستنى اليوم 17 وانا يوم واحد في الشهر. اعمل ايه؟ يبقى ده علاج. جميل، ده علاج. اصبح انا دلوقتي مثلا والندي مثلا مريض السكر، بتيجي لي مريض السكر مثلا سكرها عالي 500 700، هقول لها امشي على الانسولين بتاعك زي ما انت طبعاً وبتتبع الطريق كله زي ما هو، وبتعمل لي تحليل قبل ما بتيجي. تمام، بتمارسني مثلا، بعمل معاها الحجامه كل شهر، بعد 3 اشهر بتيجي بتلاقي ان سبحان الله ان الحجامه ظبطت السكر. ليه؟ لان هي اساسا الحجامه بتزود نسبه الانسولين الطبيعي من الكبد، بتطلعه طبيعي، اصبح ان احنا اللي بناخدوه الصناعي بيفرز. فابتدي اقول لها اعملي تحليل، تبص تلاقي نسبه التحليل نزلت مثلا 10 درجات، اقول لها تمام خليكي زي ما انت عليه. تيجي لي بعد 6 شهور ابص الاقي الحجامه نزلت النص، اقول لها ارجعي لدكتورك تاني لما يلاقي نسبه السكر عندك واطت هيقلل لك من الكميه. جميل، يعني ده ملوش اي علاقه بال، ما انا بقول لحضرتك اهو الحجامه بتقلل نسبه الدواء. يعني انا دلوقتي اخذت انسولين 30، ابتديت بعد 6 شهور اخد 10، لحد السنه بص الاقي ممكن يكون سكري يوصل 120 70. طبعا انتوا ما تركزوش في الارقام، هي بتدي بس مثال عشان مش اللي سكره كده يعمل لا كده. لا 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 خالص يعني. لا انا بقول لك على حاله فعلا كانت معايا. تمام. ليه؟ طب قولي لي بقى قبل ما تقولي لي الشهادات دي، انا عشان ابقى جايه لك وواثقه ان انت اخده الشهادات، الشهادات دي معتمده من ايه او زودتي؟ بصي حضرتك، انا هي دي من اكاديميه هنا في مصر اسمها اكاديميه الطب الصيني، دخلت معاها دوره. الحمد لله الاكاديميه دي نوع من ان هي بتدي اختام داخل مصر وخارج مصر، موثقه من الداخل للخارج، من وزاره الخارجيه لوزاره الداخليه، ان انا اقدر اشتغل بيها هنا في مصر. جميل. ان انا اقدر اشتغل بيها بره موثقه. جميل. من الشهر العقاري ذات نفسه، بتدي على اساس ان انا فعلا كده مؤهله. طبعا طبعا ان انا مؤهله ان انا اكون انت حجامه. انت دارسه مش مجرد ان انا عندي الكاسات. انا كنت ممارسه وبعدين أوكي. اصبحت دارسه. ايوه، ما انا عشان كده بقول لك بالنسبه لي انا مثلا كمروه لو حد جاي لي هيهمني ان هو يكون دارس اكتر من انه ممارس. اكيد هقول لك ليه بالظبط. طب قولي لنا انت ليه؟ لان اللي بيمارس عن جهل دي مصيبته اكبر. طبعا يعني ليه؟ انا مش ممكن احط حشرات بالحب. بالظبط. لا اكيد. لا لا طبعا، انا لما احط الكاس مكانها عارفه الحته دي فين والايه بتعالج ايه. يعني مثلا الفقرات بتاعت الظهر، انا لما كنت ممارسه كنت بحط على العمود الفقري، لما درست ما ينفعش تحطي على العمود الفقري، حط على جانبي العمود الفقري. شفتي الاختلاف؟ تمام. العرق النسا باخد من اول فوق لتحت، الاول كنت بعمله في الركاب بس. شفتي الفرق؟ طبعا. بالظبط، كل حاجه في واحد بتفرق. في حد ما بيكونش دارس بيعمل تلقائي هي صابت معاه بس مش هينفع. لا طبعا. طب انا عندي الكلى ما تنفعش، عندي الكبد، طب انت بتعملي لي حاجه ثانيه خالص. هخف بس من حاجه، مش سايب لي الحاجه الاساسيه اللي انا جايه لك فيها. بالظبط. اصبحتي انا كده يبقى ما عالجتش. تمام تمام، كده ما عالجتش. جميل. دلوقتي طبعا هيتعرض معانا صور لشكل الحجامه، بس طبعا الناس ما تخافش لان هي وضحت ان هي شغاله على الطبقه الاولى من الجلد. بالظبط، وبتبقى شرط خفيفه جدا. مش كل الحالات تشريط. مش كل الحالات تشريط. برافو. انا كده بدات اطمن. هقول لك ليه، لان في حجامه مغناطيسيه، في حجامه بالماء،
في حجامه بالثلج تمام، في حجامه بالزيوت. طب عندي سؤال بقى مهم جدا جدا جدا، اللي على الهوا الصور دي لاماكن عرق النساء بتبقى يعني بتتعامل بالشكل ده. بالزبط. في سؤال مهم جدا جدا، احنا كشعب مصري عسل كده، تحسينا داخلين في كل حاجه بالظبط. ايوه ده تلاقي بقى كده يعني في كل موضوع ماشي داخله، بس ما عندكيش ثقافه. لا ده انا هقول لك التقيله دلوقتي، انا دلوقتي هجيب بقى البرطمان والشمعه وكل اللي انت عملتيه قدامي بقى، عشان اوفر بقى واعمل انا الحجامه. لا ما هقول لك على حاجه بقى، دي حلوه قوي قوي اللي انت قلتيه. اللي انت بتقوليه ده دي كاسات هوا مش حجامه. كاسات هوا بالظبط. اوكي تمام. ليه الصين بيستعمل كده؟ بمعنى ان هو بيجيب برطمان ازاز بيحط فيه قطنه بسبرتو ايوه وبيولعه ويروح مطرشقه. انا عارفه ده بقى، دول بقى ايام زمان، ايام ست وستك اللي ما كانش بيعرف يعني ايه حجامه. ده الحقيقي. أيوة. اللي كانوا بيضربوا للدار عشان الست تخلف، اللي كانوا بيضربوا في الدماغ عشان الصداع. لا انا عارفه طول عمري انها اللي ظهر وجعه. ما هي كله، ما هي الست برضو مهما كان عشان والم الظهر ما فيش منحة. يعني الصوره اللي ظاهره دلوقتي قدامنا دي طريقه الحجامه على الظهر. بالظبط. قولي لنا بقى دي بعمل ايه؟ انا دلوقتي الحاجات الظهر الجديد ان احنا في كاسات بالمفروض بشفاط. تمام؟ بحط مطرح القلم. او طبعا انا ماشي، انا جاي دلوقتي في التهاب الفقرات بتاعه الظهر. بشوف فين بالظبط وبحط بعقم. بحط الكاس بعقم طبعا. جميل. حط بعقم في حاجات كده بتلفت نظري، فانا يعني أكيد. بيننا وبين بعض سيم انا وحبايبي. ما انا هقول لك ليه. الله ينور عليك. لان انا اساسا ممكن انا اكون ايديا بلبس جوانتي طبعا طبعا، بس ممكن يكون الجلد اساسا مش نظيف او في عرق او في تراب تمام، فلازم اعقم طبعا. بحط الكاس، كذات نفسه انا لما بحطه برضو بمسحه. لا وحاجه كمان بقى، يعني بجد اوعوا حد يعمل لكم حجامه بقى دارس ولا ممارس ويبقى مش لابس جوانتي او جلافز. ده امراض دم، لان انا دمي لو انا متعوره وهو متعور وهو كده كده بيشرط لي ظهري، دي امراض دم، دي كارثه. لا طبعا دي كارثه، دي مصيبه. المصيبه بمعنى ناخد بالنا يا جماعه من الحته دي. مش هتبان دلوقتي. هي مش هتبان دلوقتي. عايزه اسالك في حاجات كتير قوي. اتفضل. طب انا يعني بصي احنا مش عارفين نلم الموضوع. خد لي معاكي. لا انا هاخدها واحده واحده معاكي بس عشان ايه الموضوع ما يطلعش مننا. بالظبط. اصبح الحجامه دلوقتي لما انا عاوزه لك بطهر بمسح الكاس بحط الايه الكاس. جميل. مسافه دقيقتين اتنين برفع الكاس تاني. أوكي. المكان بيكون علم مكانه. ايوه تمام. ازرق شويه، بمعنى ان الدم الفاسد ابتدى يتكون في مكان واحد، فبتدي تشريط زي ما قلت لك ده للدمويه تمام. بشرط تشريط خفيف جدا 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 لا يكاد يرى بالعين. مجرد ما بحط الكاسه تاني بيطلع كميه الدم او كميه السموم لدرجه لا تتخيليها. طيب خلينا عند كميه الدم والسموم دي. تمام. اوعوا تقوموا من مكانكم، هنكمل الموضوع بس هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. بعد بقى ما عقمنا الجرح بتاعنا وحطينا بقى الجهاز الكاس وبعدين بنشفط الكاس تاني، بنستنى عليه من 5 دقائق ل7 دقائق. بنلاقي فيه طبعا تغير في ان هو الدم بيخرج. في بيبقى ممكن يكون دم على هيئه سائل دم عادي طبيعي. في دم بيبقى يعني متجلط بطريقه طبعا فظيعه. فاحنا بنبتدي نشيل الكاس. جميل. ونمسح ونحط الكاس تاني. جميل. لحد ما يبتدي الدم من الشرط البسيطه جدا اللي انا قلت لك عليها يقف لوحده. جميل جدا. تمام. حلو. بعد ما بيقف لوحده خلاص واتاكد ان مفيش
دم طالع من المنطقه دي تاني، بمسح اطهر، بحط حته بلاستر طبي واقفل الجرح. طبعا بلاستر هو مش عادي، جرح. بلاستر خفيف عشان بس الناس ما تتوهمش. بس لا أوكي. لا بلاستر عادي جدا أوكي. بسبب ان عشان ما تلبس مثلا اي هدومي فيها بكتيريا او الجو نفسه فيه بكتيريا بالظبط ما يتلوث. احنا معانا تليفون دلوقتي ناخد معانا استاذه كريمه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. انا مبسوطه جدا مدام منمل معاكم. احنا مبسوطين بتليفونك كمان. حد جميل جدا جدا بجد، يعني بحمد ربنا اتعاملت معاها. طب جميل. عملت حجامه اكتر من مره. ومساج رهيب جدا 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 يعني، وانا مبسوطه منها جدا جدا الحمد لله. طب قولي لي انت، حاجه من تحت امرك، قولي لي انت كان عندك ايه ورحت لها ليه؟ انا طبيعتي بشتكي من ظهري. جميل. عندي غضروف. الف سلامه عليكي. الله يسلمك. طيب هي مدام منال قبل ما اقول لها على اي حاجه، مجرد ما عملت لي مساج اول مره عرفت الاماكن اللي بتوجعني. حلو. مجرد ما حد يدعي على ظهري. كل ما تتك على ظهري تبقى عارفه المكان. كانت تجناني بالموضوع ده. ساحره. انت بتعرفي ازاي؟ بجد بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يزيدها يا رب. ربنا يخليك. بجد والله بامانه تقول لي كريمه انت محتاجه تعملي هنا حجامه. هنا في دم زياده، هنا في يا مدام منال تقولي اسمعي كلامي. بصراحه كنت متردده في الاول. كنت خايفه صراحه بقى موضوع الدم والشرط وكلام من تمام. بعد كده بقى ايه توكلت على ربنا وعملت. طب بعد قد ايه حسيتي بتحسن؟ يعني تاني يوم تقريبا، بس انا اصلا اول يوم عملتها نمت نوم تهيألي بقالي كده بقالي سنه ما نمتش، حتى اتصلت بيها بقول لها منال انا ما النوم اللي انا نمته ده زي ما اكون ارتحت بقى، عمل لك ريلاكس تعبان وارتاح. ففعلا دي حقيقه يعني، ربنا يجازيها خير. ربنا يجازيها. شكرا ليكي ونورتيني. طب نتكلم بقى شويه عن المساج، انا سامعه بقى في مساج وعارفه الاماكن وكده، قولي لنا بقى عن المساج شويه. المساج بقى انا اساسا انا اخذت الدوره بتاعت الحجامه دي اساسا، لاني انا الحمد لله الحجامه بتاعتي كمان انا بعملها بحاجه ميزه ربنا فيا الحمد لله من فضل ربنا، ان انا بعملها بالرقيه الشرعيه. جميل. واصبح ان انا بالحجامه بعالج ثلاثه، روحي نفسي جسدي. جميل. تمام. بديكي طاقه ايجابيه بستخرج منك طاقه سلبيه. تمام. حاجه ثانيه ان انا اي اذى او اي بمعنى عشان الناس بس ما تقلقش، حسد اي حاجه اذى عايزه اي حاجه موجوده عندنا لو هنقرا لها قران ورقيه شرعيه فبالتالي الحاجات دي هتقل ان شاء الله. تاني مع الحجامه بتطلع ازاي؟ بتطلع لان الشيطان بيجري مننا مجرى الدم. تمام. لما بعمل الرقيه الشرعيه اثناء الحجامه الشيطان بيجري من القران. فبيجري منين؟ في الفتحات اللي انا مؤهله ان انا اطلعه منها. فبعد كده بيحصل طبعا نفسي جسدي روحي. جميل. ايا كان، خلي بالك ايا كان الانسان اللي قدامي مهما كان دينه او مهما كان كبير صغير بنت ولا سبحان الله ده حاجه من ربنا. الحاجه الجديده اللي انا حبيتها قوي 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 اثناء مع حضوري للدورات دي المساج. جميل. كلمينا بقى. انا كنت طالبه من ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا ينعم عليا بايدي، ان انا لما بحطها على حد ربنا سبحانه وتعالى يجعل فيها الشفاء. وكنت ثقتي بالله الحمد لله كتيره، فلما تعلمت الصح وتعلمت ان انا احط ايدي دي ايه ودي ايه ودي بتعالج ايه، حطي ايدك على الاماكن إيه اللي المفروض تحطي ايدك، يعني مثلا لو علاج الم الظهر ببقى عارفه الظهر الفقرات بتاعته فين. فببتدي اديها تدليك بسيط او اهتزاز بسيط. او ان انا بتك عليها بضغط، او حتى بعملها بالاجهزه، بس انا ما بحبش الاجهزه لسبب، انا لما بحط ايدي بحس بمتعه اكتر. تمام. بالتالي انا بدي الطاقه زي ما قلت لك ايجابيه اكتر، بتحسي اللي قدام مني بالظبط، بحس ان اللي قدام مني بيرتاح، فدي حاجه بتريحني. تمام. تمام. فببتدي ان انا درست بقى دي الايه ودي الالم الكتف، دي الالم الظهر، دي العمود الفقري، دي الالم الركب. وبالاكتر لما خدت دخلت برضو في الريفسولوجي والسوزوك والحاجات دي، لما عرفت ان الجسم كله مكوناته من القدم، ابتديت ان انا اضغط على كل حته في القدم بما تعادلها من المعده، من القلب، من العين، من الراس، من اصبحت دي بيفيدني مع ده مع ده مع ده. اصبحت ان انا كونت كله في وقت واحد. احنا معانا دلوقتي مدام عائشه. الو. ايوه مع حضرتك. اهلا بيكي. اهلا بيكي. اتفضلي. جربتي الحجامه؟ جربت الحجامه وحقيقي ممتازه بجد. بجد. وانا عملتها وانا
كنت يأست ان انا ممكن اخف، انت كان عندك ايه؟ طيب انا عملتها وانا مقتنعه ان هي هتجيب نتيجه معايا، والحمد لله يعني مدام منال اتها بلسم، وربنا دارسة يا رب ست دارسة. يا رب يجعل في ايديها الشفاء اللهم دايما. امين عملتها لي امين. برؤيه شرعيه جميل. وبالقران، وعملت لي المساج اول مره وتاني مره، حقيقي انا من تاني يوم حسيت بفرق كبير يعني انت جدا. عامله مساج ولا عامله حجامه؟ عملت حجامة وبعديها عملت لي مسيج. جميل خالص. طب انت كان عندك ايه اصلا؟ انا اصلا عندي تآكل في فقرات القطنية، الفقرة الرابعة والخامسة، وعندي تآكل او في الفقرة العنقية برضو الفقرة الثالثة. بس انت برضو شغالة على العلاج عادي خالص؟ لا خلاص خلاص اه بطلت خلاص عشان العلاج. خفيتي عشان ما الناس ما لا تختلطش خلاص، عليهم لا انا الموضوع. خفيت ما الحمد انا قلت لله، لك لما خفيت توصل على لمرحلة ايديها الف سلام والله. عليك. شكرا ليك شكرا ليك. ايه انا مش عايزة الدنيا يا جماعة، ارجوكم العلاج سكة واللي احنا بنتكلم فيه ده سكة تانية يا خالص. جماعة انا بس عايزة الفت النظر لحاجة واحدة. بصي هقول لك على حاجة، العلاج احنا لا شك فيه ان طبعا لازم ان احنا ناخد العلاج ونمارسه وناخده بالظبط، تمام، لان ما ينفعش ان انا اشيل حاجه ما اطرح حاجه. طبعا بالظبط زي ما انت مثلا بتروحي للدكتور بيديكي انتبيوتيك، ما ينفعش تاخدي حبايه وترمي الباقي. طبعا شكرا. ما ينفعش، جميل. لان ده كورس كامل. زي ما انا بقول لك الحجامه ليها كورس كامل وعدد معين، ابتداء من ثلاث مثلا مرات لما لا نهايه. ما ينفعش ان انا اجي اقول لك حاجه ما وقفي ضرر. العلاج، ما انا قلت لك اهميه الحجامه ان بتساعد في العلاج. ليه؟ بيتقبل. طيب انا عايزه اسال سؤال، انا اتفضل. ينفع اعمل حجامه مع المساج ولا ده موضوع وده ما انا موضوع؟ قلت لك انا بعمل مساج الاول. اوكي عشان تمام تطلعي الاماكن للي بيعمل حجامه. اوكي يعني في مساج لوحده، في واحده عايزه تيجي تعمل مساج بس. جميل. او تعمل علاج طبيعي على اماكن معينه. لا انا عايزه مساج بس. عيوني عيوني. طيب انت عامله لنا النهارده كمان هديه كده لفيونكا وبيبيون، اكيد طبعا. كام حاله بقى لو حد تعبان وغير مقتدر هي مطلعه؟ انا عندي هعمل 5 حالات للحجامه. جميل. وخمسه تدليك. خمسه تدليك وخمسه حجامه وانا أكيد. فوقيهم اكيد. لا انت اولهم طبعا. طيب هيتواصلوا، ارقامك طبعا نزلت قدامهم طول سلام. الفقره يتواصلوا تمام. مع مدام منال وقولوا لهم كلمه السر فيونكا وبيبيون. انا عندي بقى هديه كمان. كمان عندي طبعا العلاج بالميه، بالميه السخنه. اوكي ده ملوش حل. اه دي تنشيط يعني. لا انت دلوقتي لما بتبتدي العلاج التكاملي او الشمولي زي ما انا قلت لك بنتبع بعض اجراءات بسيطه بحيث ان احنا نبتدي ان احنا نمشي صح بقى. العلاج بالميه السخنه، انت اول ما بتقوم من النوم تشربي كوبايه ميه دافيه، 4 كوبايات. جميل. وبعد الاكل ب 45 يعني بعد الميه 45 احنا كده دقيقه هنقوله سريعا، بس انت هتيجي تكلميني عنه تاني اكيد. خلاص عشان فكرتنا خلصت. هو في حلقات؟ اتفضلي يا حبيبتي. ربنا يخليكي، انا سعيده جدا. انا مبسوطه جدا بالفكره، حاسه في طاقه فعلا طالعه منها كده. واولا واخيرا تفائلوا بالخير تجدوه، وكل سنه عن الرسول هي حاجه جميله جدا في حياتنا. هنطلع أكيد. فاصل صغير جدا ونرجع لكم في فقره تانية لكل فيونكه بتتفرج عليها. فاصل وراجعين.